ايه بقى؟ محمد السيد ده اللي احنا قلناه امبارح، اللي هو جاب اول ميداليه لمصر في الاولمبياد، ان هو وراه رحله مهمه جدا وحلوه جدا، وان هو صدق حلمك، هتصدق وهتشتغل وهتثابر ويبقى عندك اراده وهتتمرن و و و و هتوصل. هو كان نفسه يوصل للحظه دي وفعلا وصل لها. هو كان في فتره من الفترات قال انا هعمل كذا، انا هوصل لكذا، تحقيق الاحلام على طريقه الابطال. عشان كده هو سطر اسمه بطل السلاح في تاريخ الرياضه المصريه بالانجاز التاريخي ده، الميداليه الاولى لمصر حتى الان في الاولمبياد. الميداليه الاولى البرونزيه حتى الان لمصر في الاولمبياد. وانا هنا مش الشخص السلبي، محمد سيد شاطر وبرضه مرة تانية بيأكد كلامي، لولا إصراره الشخصي على النجاح وتمرينه مع والده المستمر المستميت الفردي إن هو يعمل النتيجة دي، عشان كده هو عمل النتيجة دي. أين الاتحادات الخاصة باللعيبة اللي نزلوا الأولمبيات؟ فين الناس دي؟ مين اللي حط استراتيجية تدريب اللعيبة في كل الألعاب في البطولة الأولمبيات؟ ده سؤال احنا انا عن نفسي نفسي حد يجاوبني عليه. دي تساؤلات مهمة جدا، لكن خلينا في محمد السيد، ان هو رغم صغر سنه وعنده 21 سنة موهبته فرضت نفسها. هو عمل فيديو، يا ريت ان احنا نشوف الفيديو ده، علشان يقول ان انا هوصل لمكان اهم واكبر، وانه هيكون مكان الناس على منصة التتويج. يعني هو من هو عنده 21 سنة هو بيدور على منصة التتويج، وبيقول ان انا هوصل لمنصة التتويج. وبعد 4 سنين فعلا حقق محمد حلمه وخد البرونزية، وبقى تاني لاعب مصري بيحصد ميدالية في لعبة السلاح. يعني حاجة رائعة. محمد سيد، اتمنى نشوف نماذج مصرية كلها حماس وكلها نجاح وكلها إرادة. وهو دايما كان حتى بيكتب على يعرف نفسه على صفحته، بيقول طفل يعيش أحلامه، ووضع قائمة كده بإنجازاته من بينهم عبارة كان قبل ما يروح باريس 24 قريبا، صدق حلمك امشي وراه، بس المهم ان انت تشتغل اكتر واكتر واكتر.